كان لي فترة كثير مثلا بقول انه ما اشتغلت، بس بلحظة انا عن جد نسيت انه انا بجوز بنحت او بقدر اعبر عن هالشيء كمان بنحت. الحالة الأولى اللي خلتني ابدا اشتغل شو هي؟ بمشي معه. وبنفس الوقت لما بدي اوقف او بدي اضيف شيء احيانا بحس انه بطلت مثل ما انا عم فكر بالاصل. ببساطة انت بتحب هالشيء بدك ما تتركه، او خلص انت بديت شيء يعني في اشارة ما بتقول لك انه طب كمل هيك شو ما يكون. حلو كثير حلو. عن جد انت مجرد ما تجي لهون وطلعت صار عندك شيء ثاني بالنسبة لشغلك، بالنسبة لنفسيتك اللي هي بالأصل ارتاحت مدة معينة من أي شيء. انت دائما هون في هاي الحال اللي هي انت عم تضلك ما عم تبعد عن مفهوم الرسم أو النحت. انت كيف ما عم تحرك عم تشوف قدامك شيء هو عم بيقول لك يلا تعال، يا تعال هلا اشتغل السكتش، هلا قعد اقرا عن جد، اقرا عن جد. ومو انه غصب عنك، بس لا بدون ما تفكر بتوديك عم لانه هو المكان هيك. عرفت؟ بتصير تحس لو كره ارضيه هيك. يعني جد احكي لك عن جد كثير حلو المكان بكل شيء. بلحظة بخاف وبلحظة كثير بجن، بلحظة كثير بكون مبسوط، بلحظة بحس انه ها ولا شيء ممكن. لانه بس اتخيل كل هاي الطاولات والمجالس والعالم، اول كلمة بتخطر على بالي هي الكذب. عن جد الكذب في نكران حقيقي، لانه هو هيك تعود وبده يانا يعني يتعود معه. سانخ ما بدي اتعود على حالي، بدي اطلع. صحيح بدي اطلع من جلدي. شكرا استاذ موفق. يا ليزا شكرا جزيلا. وانت شكرا لانه هيك خليتني احكي هيك.